بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وفي النعم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من براءة من الشرك والتهم، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، سيد العرب والعجم، صلى الله عليه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم. جامعة أفريقيا للعلوم الإنسانية والتطبيقية بطرابلس، اسم القسم قسم قانون، اسم المقرر مصطلحات قانونية واحد، رمز المقرر LW218، الأستاذ المحاضر علي أحناف. بيانات شخصية كمذكرة مسبقا، أستاذ محاضر سابق في جامعة المعالي للعلوم الإنسانية التطبيقية، وأستاذ محاضر سابق في جامعة الحاضرة، وأستاذ حالي محاضر في جامعة أفريقيا للعلوم الإنسانية والتطبيقية بطرابلس. مؤهلات علمية، ليسانس في الشريعة والقانون من الجامعة الأسمرية للعلوم الشرعية، سنة الحصول عليها 2012، ماجستير في الشريعة والقانون من جامعة الزاوية، سنة الحصول عليها سنة 2017. طبعا ما هي المحاضرات فيه هي إلا يعني ما هي إلا للتعليم عن بعد، فالاستفسار والتواصل يرجى الدخول إلى المنصة الإلكترونية وإرسال رسائل بريد إلكتروني. فهذه هي المحاضرة السادسة، نتكلم فيها عن المصطلحات، بعض المصطلحات الإسلامية. فنتكلم في مجملها في بداية هذه المحاضرة عن أهمية معرفة أو تعلم المصطلحات القانونية وكيفية الاستفادة منها. نبتدأ على بركة الله. فالمصطلحات الإسلامية، فالمقصود يعني المصطلحات الإسلامية هي التي يستخدمها بأي نوع من أنواع أو أي شكل من الأشكال للخوض في المجال الديني والعلمي، يعني مثلا لفهم بعض السنن والرواتب، أحيانا النوع من أو أي نوع من أنواع العبادات، أيضا تدريسها للغير، أيضا بالإضافة إلى المشاركة في الحوار أو في النقاش أو في غير ذلك. يعني فطبيعة الحال قد يحتاج كل شخص، سواء كان يتعلم اللغة العربية أو الإنجليزية، إلى دراسة المصطلحات الإسلامية يعني بهذين هاتين اللغتين، لكي تساعده بأي حال من الأحوال على الفهم الصحيح عندما يقرأ مثلا في الموضوعات الدينية والإسلامية. كما أننا أيضا سندرس المصطلحات الإسلامية مترجمة لكي يستفيد منها الباحثين في المجال الإسلامي والعلمي، أيضا بطبيعة الحال لتساعدهم في كتابة موضوعات والأبحاث في المجال الديني الإسلامي، وأيضا مما يسهم ذلك في نشر الدين الإسلامي وفهمه للغير، ونحسب ذلك أجرا عند الله سبحانه وتعالى، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فبطبيعة الحال فالمصطلحات الإسلامية يعني غالبا ما تكون في مجملها يعني متعلقة بال يعني بالعبادات والأعمال التي تكون بين العبد وربه. فبطبيعة الحال قد يحتاج إليها البعض، يعني سواء أيا كانت يعني لغتهم، بحيث أنه هو لابد أن يحتاج في أي وقت إلى يعني حاطة بمعاني الكلمات الخاصة بالدين الإسلامي، باعتبار الله سبحانه وتعالى خصنا بهذا الدين الإسلامي الحنيف، وميزنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يقبل وهو يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الحمد لله على نعم كثيرة منها منه سبحانه وتعالى علينا بنعمة الإسلام. وأيضا قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأيضا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله سبحانه وتعالى خصنا بهذه الدعوة أو بهذه الديانة المشرفة
لنكون من عباده المختارين المصطفين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا ويوفقنا إلى عبادته سبحانه وتعالى والأمر بما أمر والإتيان بما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه. فزيادة الخيرات قد يتشرف البعض في أن يدرب أو يعلم غيره في تعليم هذا الدين الإسلامي الحنيف زيادة في الأجر والثواب. فمثلا قد يعترض بأي حال من الأحوال، مثلا سواء كان في بلاده خاصة أو في أي بلاد أخرى عامة. فعلى سبيل المثال مثلا ننظر إلى بعض العمالة المتحدثين بغير اللغة العربية كالعمالة الأفريقية وغيرها، فمنهم من يتكلم القرآن الكريم ويقرأه لكنه لا يفهم معانيه، ولكنه بأي حال من الأحوال مؤمن بالله سبحانه وتعالى. وفي ذات الوقت نرى بعضهم لا يتكلم أو لا يفهم اللغة العربية إلا قليل منها أو قليل من المصطلحات التي يستعملها في حياته اليومية كالبيع والشراء والمعاملات البسيطة، ولكنه عند الخوض في بعض المصطلحات الخاصة بالدين الإسلامي نجد أنه لا يفهم منها إلا القليل، وأحيانا لا يفهم منها شيئا. فأحيانا نضطر إلى توضيح بعض المصطلحات والخوض في بعض المسائل زيادة في الأجر وإصحاحا لبعض المعلومات، أيضا قد تكون لتعليم بعض أو تبيانا لبعض المواقف وزيادة في المعلومات. فكما ذكرت مسبقا في بعض العمالة الإفريقية نجدهم أنهم لا يتكلمون اللغة العربية ولكنهم يحفظون القرآن الكريم، ومنهم من لا يكون مسلما أصلا ولكنه قد يكون لديه رغبة باعتناق الدين الإسلامي. هذا شرف عظيم، قد تسمح لنا الفرصة في اغتنامها. ففي هذه الحالة لابد أن يكون أو استعمال المصطلحات في هذه الحالة بما يتوافق مع فهم الطرفين. فكما قلت لكم مثلا يعني في بعض المصطلحات إن في بعض الأحوال إن أو بعض الناس لا يفقهون بعض الناس لا يفقهون أو لا يفهمون في اللغة العربية إلا قليلا، فنضطر في هذه الحالة استعمال اللغة الإنجليزية باعتبارها اللغة الأم أو اللغة الحية في العالم، فنضطر إلى استعمالها وإفهام الغير. فهذا يعتبر يعني شرف عظيم قد يعني اختاره سبحانه وتعالى لنا لإصحاح المعلومات أو استعمالها فيما يكفل نشر الدين الإسلامي الحنيف، اكتسابا لأجر الله سبحانه وتعالى واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في نشر هذا الدين الإسلامي. كما أننا أيضا سندرس بعض المصطلحات الإسلامية مترجمة. الحمد لله. لكي يستفيد منها الباحثين في مجال الإسلامي والعلمي. فهذا سبب يعتبر آخر للخوض في أو الاستفادة من دراسة المصطلحات الإسلامية. ليستفيد منها الباحثين في مجال الإسلام والعمل. يعني أيضا لتساعد أيضا في كتابة الموضوعات والأبحاث في المجال الديني والإسلامي. يعني سنضرب مثل آخر، مثلا على سبيل المثال مثلا أي شخص سمحت له فرصة بأن يدرس الخارج أو يعمل في الخارج، فأحيانا قد يضطر يعني للمناقشة أو للخوض في حديث مع غيره، مثلا أقنعه. يعني يجد بعض الناس يعني يأخذون يعني يعتقدون الخلاف
ما يجب اعتقاده في الدين الإسلامي الحنيف. منهم مثلا من يعتقد أن الدين الإسلامي الحنيف والعياذ بالله نوع من أنواع الإرهاب، وهذا موجود. ومنهم من يلحد بوجود الآلهة، ويلحد بوجود البعثة الإسلامية التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف. منهم من ينكر الأنبياء والرسل وغير ذلك. واجب علينا في هذه الحالة، فيجب عليه أيضا أن يدافع عن الدين الإسلامي الحنيف بأي حال من الأحوال، وأن ينصر دينه. مصداق لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فيقبل منه فلن يقبل منه وهو في آخرة من الخاسرين. وأيضا في قد تساهم في كتاب بعض الموضوعات والأبحاث في المجال الديني الإسلامي، لأن يعني كما ذكرت مسبقا أن البعض قد يضطر للدراسة في الخارج، فيضطر إلى فيجب عليه أيضا في توجب عليه الكتابة في بعض الأبحاث في مجال الدين الإسلامي، أو قد يستعين بها مثلا في بعض أنواع، مثلا في القانون التجاري أو في غيره، أو القانون المدني في عند الدراسة في الخارج. قد يضطر للاستشهاد، أو مثلا ذكر بعض الأمثلة، أو بعض ذكر أو شرح، أو يعني باعتبار أن الكتابة ستكون حرة. يعني الباحث لابد أن يكتب بصيغة تعبيرية، يعني لابد أنه يعني لابد أنه يكتب بتعبيره أو بألفاظ الخاصة به. يعني مش هيقدر يعني يكتب لما كتب غيره. كما أيضا سيشهم في نشر الدين الإسلامي الحنيف أفهامه الغير. مثلا فيه بأي حال من الأحوال قد نجد البعض أنه يعني يفهم الدين الإسلامي الحنيف بأنه دين سماحة، ولكنه لم يجد من يريه أو ليقنه شهادتين، ولكن لم يجد من يشرح له يعني سماحة الدين الإسلامي الحنيف وأركانه وقواعده وأحكامه الضرورية اللازمة الواجب معرفتها، اللي هي من القواعد الأساسية، هي شهادة لا إله إلا الله، أشهد أن وشهادة محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. نوضح ما قلنا في بداية المحاضرة باللغة العربية، وسنذكره بإيجاز أو يعني على سبيل السرعة نوعا ما باللغة الإنجليزية. نبدأها بإسلامك تيرمونولوجي، اللي هي المصطلحات الإسلامية. إسلامك تيرمونولوجي، طبعا تيرمونولوجي مصطلحات. طبعا نتكلم عن يعني على ترجمة ما ذكرناه في الشريحة السابقة، ونبتدئ every person may need them، هي مصطلحات الإسلامية، يعني كل شخص ربما يحتاجها، whether he speaks Arabic or speaks English language، يعني إما يتحدث سواء كان يتحدث لغة العربية أو الإنجليزية. In order to help him to understand correctly when he reads about religious and Islamic topics. In order to help him، معناها لغرض يعني مساعدته أو فهمه الصحيح عندما يقرأ حول يعني المواضيع الإسلامية والدينية. We also study and translate Islamic terms، يعني اثنين ندرس أيضا ونترجم المصطلحات الإسلامية for researchers in the Islamic، يعني للباحثين في الإسلام in the Islamic and practical field to get benefits، يعني يعني الغنيمة منها أو لفهمها الصحيح أو الاستفادة منها. To help the in writing topics and researchers in the religious field of Islam، يعني للمساعدة أو كتابة المصطلحات
يعني يعني المواضيع القانونية في البحث في المواضيع الإسلامية. And also contributes to spread Islam religion and its understanding of others. يعني المساعدة في نشر الدين الإسلامي الحنيف ومفاهيمه للآخرين. فنعودها كم مرة أخرى بحيث أن تكون واضحة ومفهومة للكل. Islamic terminology. Every person may need them, whether he speaks Arabic or speak English language, in order to help him to understand correctly when he reads about religious and Islamic topics. We also study and translated Islamic terms for researchers in the Islamic and part of a practical field to get benefits, to help in writing topics and researchers in the religious field of Islam. And it also contributes to spread Islamic religion and its understanding of others. فإن شاء الله تكون فكرة واضحة وسهلة ما فيهاش أي إشكالية. يعني نعودها مرة أخرى. Islamic terminology. Every person may need them, whether he speaks Arabic or speaks English language, in order to help him to understand correctly when he reads about religious and Islamic topics. We also study and translate Islamic terms for researchers in the Islamic and practical field to get benefits, to help in writing topics and researchers in the religious field of Islam. And it also contributes to spread Islamic religion and its understanding of others. فإن شاء الله تكون فكرة واضحة. يعني الموضوع بأي حال من الأحوال ما فيش صعوبة. Islamic terminology. نعود مرة أخرى. Islamic terminology. Islamic terminology. Islamic terminology. Every person may need them, whether he speaks Arabic or speaks English language, in order to help him to understand correctly when he reads about religious and Islamic topics. We also study and translated Islamic terms for researchers in the Islamic and practical field to get benefits, and to help in writing topics and researchers in the religious field of Islam. And it also contributes to spread Islamic religion and its understanding of others. فإن شاء الله تكون فكرة واضحة وما فيهاش أي إشكالية. نشوف نتكلم على بعض المصطلحات الخاصة بالمصطلحات الإسلامية اللي هي كلمة forbidden, 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 أو prohibited, 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 يعني محرم, شيء ممنوع أو محرم. زي ما نقول مثلا زي شنو مثلا الربا, عفوا عافاكم الله, شرب الخمر مثلا, الزنا او القذف او غير ذلك, او اي شيء, او مثلا اي اكل مال اليتيم, اكل اموال الناس بالباطل, او اي شيء حرم الله سبحانه وتعالى باي حال من الاحوال فبيكون محرم. فنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله. مثلا نقوله مثلا forbidden, مثلا usury is forbidden. Usury is forbidden in Islam. الربا محرم في الإسلام. Forbidden, forbidden, forbidden. اللي هي المحرم. Forbidden. Forbidden. أيضا prohibited. Prohibited. اللي هو شيء محرم. زي ما نقوله مثلا wine is prohibited drinks in Islamic rules. الواين اللي هو الخمر كرمكم الله,
عفوا عفاكم الله. واين از بروهيبت از بروهيبتد ان اسلامك رول. الخمر شيء محرم في قواعد الدين الاسلامي الحنيف. فنقوله مثلا prohibited p r o h i b i t e d d e d. ف prohibited is يعني تعني شيء محرم. forbidden forbidden prohibited prohibited prohibited. عندنا أيضا speech or tradition tradition speech or ولا tradition tradition tradition. في طبعا tradition قد يكون يعني طبعا باعتبار اللغة الإنجليزية يعني الكلمة لها أكثر من مرادف، فقد يكون استعمالها في موضع آخر يعطي معنى آخر. فلما نقول هنا speech or tradition فيكون حديث أو خطاب، حديث أو خطاب زي ما نقول speech خطاب ولا حديث يعني نفسه. هي زي ما نقوله he listened to the speech، هو استمع للخطاب، هو استمع للحديث. tradition tradition اللي هو حتى هو نفس يعني نفس الكلمة اللي هي الخطاب أو الحديث. ف speech 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 s p w e c h transition t r a d i t i o n. مثلا نقول مثلا في tradition نقول he memorized the tradition very well، هو حفظ الحديث جيدا يعني عن ظهر قلب، أو الخطاب عن ظهر قلب. مثلا نقول he listened to the speech while he was driving his car، نقول هو كان يسمع الخطاب عندما كان يقود السيارة. he listened to the speech or tradition، هو كان يسمع الخطاب أو الحديث عندما كان يقود السيارة. هذا عندنا يعني المصطلح التالي ليه اللي هو الحديث القدسي اللي هو يسمى holy speech holy speech holy speech holy speech، المقصود به الحديث القدسي، وهو يعني شيء يعني ما لفظه ومعناه من عند الله سبحانه وتعالى، يعني باعتباره بخلاف الحديث الذي لفظه من عند الرسول عليه الصلاة والسلام ومعناه من عند الله سبحانه وتعالى. ف يعني قد يطول الحديث على هذا الحديث. فالحديث القدسي يعني فرق بينه وبين القرآن الكريم، أن القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى المنزل على عبده وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المحفوظ بين لفتي المصحف، المعجز المتحدى به المعجز المعجز والمتحدى به الغير والمتعبد بتلاوته. فهذا فيما يتعلق به القرآن الكريم، نقرأ القرآن الكريم يجوز به الصلاة، تجوز به الصلوات بكامل أي كان نوعها، مثلا سواء كانت سنة أو فرض أو نافلة أو مثلا صلاة جنازة أو غير ذلك، وقد يجوز الدعاء بها. ولكن الحديث القدسي لا تصح به الصلاة ولا يتعبد بتلاوته بخلاف القرآن الكريم. فهذا المقصود بهولي سبيتش اللي هو الحديث القدسي. فالحديث القدسي فرق بينه وبين بين قوله تعالى بين القرآن الكريم، أن القرآن الكريم المعجز المتعبد بتلاوته والمتحدى به المحفوظ بين دفتي المصحف. فمع ذلك ما قوله ولفظه معناه من الله سبحانه وتعالى، ولكنه أنزله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
على لسان سيدنا جبريل عليه السلام، بخلاف الحديث القدسي الذي لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، ولكنه أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولم يكن متعبدا بتلاوته، فلا تقبل الصلاة بغير تلاوة القرآن الكريم فضلا وتشريفا له. فهذا هو المقصود ب holy speech. holy speech holy holy يعني شيء مقدس، زي ما يقولوا مثلا هم عندهم في الأعياد، عافانا وعافاكم الله، يقولوا هولي وين، واللي يقولوا هولي ويد، هولي وود، هولي وود اللي هي الأراضي المقدسة، هم يقولوا هولي وود، هولي وود اللي هي الأراضي المقدسة. لما يقولوا هنا هولي سبيتش هو الحديث القدسي أو الخطاب القدسي، فاحنا نعرف أنه حديث شريف، ونقول له حديث قدسي، حديث قدسي شريف. هولي سبيتش، هولي هولي H O W L Y speech speech S P W E C H مثلا take the oath take the oath حلف اليمين oath واخدينها قبل جوديك الأوث اللي هي اليمين القضائية، لكن تو نقولوا take the oath اللي هو حلف اليمين. لما يجي شخص بيمسك مثلا تشبه مثلا في بعض الوظائف القيادية غالبا أو في بعض المراكز يحلفوا فيهم في اليمين، أيضا في مشاريع التخرج في بعض الأماكن يعني يحلفوا حلف اليمين أو قسم العظيم في بصيغة معينة، مثلا في يعني عند تولي شخص مكان ما، فقد يكون حلف اليمين، وأيضا قد يكون حلف اليمين في طلب الشهادة أو في أداء الشهادة أو في شيء موضع آخر. فنقول مثلا في هذه الحالة take the oath اللي هو حلف اليمين، حلف أو حلف اليمين take the oath the oath take the oath حلف اليمين take T-A-K-E the oath the دي شو نقولوا لها تي اتش اي اوث اوث او اي تي اتش تيك ذا اوث تيك ذا اوث تيك ذا اوث ايضا بيرميسبل 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 مش قلنا permissible اللي هو الحلال اللي غير ممنوع، بخلاف ال prohibited or ولا ال forbidden. لما نقوله زي ما نقوله مثلا مثلا slighter is permissible، الذكاء الشرعية أو الذبح الشرعي شيء حلال، slighter الذبح Islamic slighter الذبح في التاريخ الإسلامية is نقوله توا is permissible الذبح في التاريخ الإسلامية شيء حلال، بخلاف or opposite of forbidden or prohibited permissible permissible P E R M I S S I B L E permissible permissible. هذا عندنا blood money blood money اللي هي الدية اللي تعطى مثلا في قتل الخطأ أو في قتل العمد مع العقوبات الأخرى. لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقتل مؤمن خطأ بتحرير قبض مؤمنة ودية إلى أهله إلا يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. هذا مصداق لقوله تعالى. فبلود ماني اللي هي الدية يعني حق يعني مقابل إزهاق النفس بالقتل الخطأ. blood money blood طبعا هي كلمة مركبة أيضا blood money b l o o double o d money m o n
AY blood money blood money blood money blood money في في أجر أجر المقصود ب استحقاقات أو مستحقات، زي ما يقولوا مثلا يجي شخص يقول أنا نبي حقاتي مقابل عمل، زي ما يقولوا fees fees against work، العمل الأجر مقابل العمل، في اللي هو الأجر F double A. إذا عندنا nursing fee أجر الرضاع، مثلا الرضاع هنا يعني كما تعلمون أن الله عز وجل في هذا الدين الإسلام الحنيف أجاز أن ترضع المرأة غير صغارها مقابل أن تأخذ مقابل رضاعها لغير صغارها، يعني مقابل نقدي، يعني جبر لخاطرها. فما كان مثلا أحد أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان قد أن هو يعني يعني ولدته أمه رحمها الله، إن هي السيدة آمنة بنت وهب، وأرضعته السيدة حليمة السعدية. ف نقدر نقول في نيرسينج في اللي هي أجر الرضاع، نيرسينج سي في نيرسينج في نيرسينج N U R S I N G في F W A بروفيت 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 اللي هو رسول، بروفيت اللي هي خاصة بالأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، فنقول بروفيت رسول أو بروفيت محمد بيس بي أبان هيم رسول محمد عليه الصلاة والسلام، بروفيت P R O P H E T بروفيت بروفيت. أيضا عندنا بعض المصطلحات الأخرى اللي هي public morals public morals public morals public morals اللي هي آداب عامة، الآداب العامة. فيعني نقول في هذه الحالة الآداب العامة يعني زي مثلا زي شنو الآداب العامة، مثلا مثلا إعطاء يعني حرمة الطريق، أو مثلا مثلا اللبس الجيد، أو مثلا إلقاء السلام أو غير ذلك، هذه كلها آداب عامة. public morals public morals public public p u b l i c morals morals m o r a l s morals public morals. أيضا عندنا treasury 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 اللي هو بيت المال، بيت مال المسلمين اللي هو حاليا ما يعرف ب صندوق الزكاة. ف treasury اللي هو بيت مال المسلمين، treasury treasury t r e a s u r y treasury 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 treasury. أيضا عندنا كلمة devotion 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 اللي هي التقوى. زي مثلا نقوله لا فرق بين الناس إلا بالتقوى، no difference between people except in devotion، لا فرق بين الناس إلا بالتقوى. devotion d e v o t i o n devotion 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 charity 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 اللي هي الصدقة. الصدقة زي ما مثلا زي ما يقولوا
الصدقة يعني هو يشارك في صدقة، he contributes in charity، هو يشارك في صدقة. الصدقة يعني يعني تعادل يعني يعني تطفئ غضب الرب، أو تعادل مئات من الحسنات إذا ضعف الله سبحانه وتعالى، فتبطل السيئات. charity 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 charity. أيضا probity 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 اللي هي الاستقامة. probity is a good thing، الاستقامة شيء جيد. مثلا نقول probity is a good thing، probity probity probity. أيضا عندنا inheritance، inheritance اللي هو الإرث، كما ورد في قوله تعالى في بعض الآيات الخاصة بالميراث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كل إنسان فوق اثنتين فلهن الثلثان، ما ترك، من كان واحد فلها النصف، إلى نهاية آخر الآية. فقولهم inheritance اللي هو المقصود به الإرث. inheritance I N H E R I T A N C E inheritance 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 inheritance. أيضا عندنا call to prayers، call to prayers، call to prayers. طبعا لفظ مركب المقصود به الأذان، نقول call to prayers، prayers التواصل أو الاتصال بالمصلين، فالمقصود به الأذان هنا، call to prayers، يعني بحيث أنه يبلغهم أي يعني يذكرهم بأوقات الصلاة. زي ما نقوله مثلا still 1 hour left for ظهر call to prayers، مازال ساعة واحدة على أذان الظهر. فنقدر نقول في هذه الحالة call to prayer المقصود به الأذان، مازال قلنا مازال ساعة على أذان الظهر، call to prayers، call to prayers، call C A double L to T O prayers، prayers اللي هو P R A Y E R prayers، 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 prayers. prayers. أيضا عندنا acts of worship، acts of worship عندنا مقصود بها هنا acts of worship اللي هو مقصود بها الأعمال البدنية. acts اللي هي الأعمال، worship اللي هي العبادة. فact A C T S O A O F worship W O R S H I P مثلا عندنا performance، performance المقصود به الأداء، هي كلمة عامة لكن احنا نقدر نقوله he's gonna perform or pray، he's gonna perform his prayer، هو ذاهب ليؤدي الصلاة. he's gonna perform or his performance in pray is good، هو أداؤه في الصلاة جيد. performance performance P E R F O R M A
N C A performance performance pray صلاة pray 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 P R A Y pray 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 أيضا عندنا الجزية. الجزية هي المقصود بها ما يفرض على أهل الذمة يعني الغير مسلمين، بحيث أنهم يدفعون الجزية معينة مقدار يعني معين من المال نظير عيشهم أو بقائهم في بقعة المسلمين. poll tax poll tax poll tax مقصود بها الجزية P O W L tax T A X poll tax. non-Muslims should be who live in their region should pay poll tax. غير المسلمين الذين يعيشون في بقعتهم يجب عليهم أن يدفعوا الجزية. أيضا عندنا زكاة. زكاة هذه كلمة يعني مترجمة من اللغة العربية للغة الإنجليزية، فبالتالي هنا ما يفرض هي حق للفقير في مال الغني، ما هي ربع العشر زي ما كان مسبقا، اللي عنده 1000 مثلا عشرها كم 100، ربع 100 كم 25. فزكاة زكاة ZAKT أيضا عندنا in the name of God المفتي. بسم الله الرحمن الرحيم in the name of God المفتي in the name of God المفتي. يعني كلمة سهلة بسيطة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هي بوادر الفواتح في الآيات، وهي أمر الله سبحانه وتعالى أن يبتدئ بها تلاوته للمصاحف وغير ذلك، وهي أيضا مصدر التوفيق عند الاستفتاح باسمه سبحانه وتعالى In the name of God المفتي. In the name I N T H E name N A M E of God O F G O D A L M I G H T Y. أيضا عندنا dry ablution اللي هو التيمم، يعني المقصود بالتيمم اللي هو يعني رخصة من أعطاه الله سبحانه وتعالى لمن لا يستطيعون الوضوء، فأعطاهم الله سبحانه وتعالى أو ليس من يستطيعون أيضا، فمن لم يجد الماء لقوله تعالى فإن لم يجدوا ماء فتيمموا وسعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم حرج ولكن يطهركم وتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، صدق الله العظيم. فكلمة dry ablution dry ablution اللي هو الوضوء الجاف، ف dry d r y ablution a b l u t i o n ablution ablution dry ablution. ايضا عند الوضوء ablution اللي هو الوضوء لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ايها الذين امنوا اذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم ايديكم المرافق وامسحوا بوجوهكم أيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد يطهركم وتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ablution A B L U T I O N ablution ablution. أيضا عندنا independent reasoning independent reasoning اللي هي الاجتهاد بالرأي، يعني الرأي المستقل أو التسبيب المستقل، فهذا المقصود بها الاجتهاد بالرأي independent reasoning. I
خلينا نبدأ بالكلمة الأولى independent I N D E P E N D E N T independent reasoning R E A S O N I N G independent reasoning. أيضا عندنا preponderant opinion اللي هو الرأي الراجح اللي هي خلينا نقراها مرة ثانية preponderant 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 opinion opinion preponderant preponderant opinion opinion o p i n i o n opinion 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 o p i n i o n هذا عندنا سيرة سيرة النبوية الشريفة مثلا عندنا life history life history زي مثلا سيرة النبي الشريفة سيرة أصحاب رضوان الله عليهم والخلفاء الراشدين نقولوا life history life history L I F E داش اللي هي شرطة history ال زي ما نقولوا H I S T O R Y life history life history life history أيضا عندنا كفارة اللي هي expiatory expiatory اللي هي الكفارة اللي هي يعني شيء أو حكم مقدر مثلا لكفارة أو كفارة يعني نتيج لما قام به العبد يعني من مخالفة لأوامر الله سبحانه وتعالى فهذه الكفارة ل يعني لحط اليمين أو لحط الذنب أو الإثم عن المرتكب أو المخالف للدين الإسلامي الحنيف expiatory اللي هي الكفارة منها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم تحرير رقبة مؤمنة وهي في كفارة حنة اليمين يعني اللي بيحلف يمين ويطلع الخلاف غير ذلك فعليه مثلا كفارته كما ورد في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة من مجلس الصيام 3 أيام وذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تهتدون expiatory A expiatory عفوا E X P I A T O R Y expiatory عندنا أيضا القرآن الكريم والآية أيضا the manifest Quran the manifest present Quran فالمقصود به القرآن الكريم the manifest Quran the manifest Quran the T H E manifest M U N I F I C E N T Quran Q U R A N أيضا أن آية لأن القرآن الكريم مجموعة من الآيات فنقدر نقول عندها
portent or first. First. Portent. Portent. كم أيضا خلينا نوضح لها أكثر من هيك. قوله تعالى في سورة الأخلاق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، هذه آية. الله الصمد، آية. لم يلد ولم يولد، هذه آية. إلى آخر السورة. فبورتنت، بورتنت، فيرس، فيرس، بورتنت، بي أو آر تي إي إن تي، فيرس، في إي آر إس إي، فيرس. آية. أيضا أن مهر تسمى دوري باللغة الإنجليزية، دوري، وهو يعني المهر ما يعطى المرأة من الزوج، من الزوج المرأة نظير الاستمتاع بها، فمقصود به هنا دوري، 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 دي أو دبليو آر واي، دوري، 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 دي أو دبليو آر واي، مقصود به المهر. أيضا عندنا Judgment Day، Judgment Day، يوم القضاء أو يوم الحساب. أيضا كما ورد في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Judgment Day، JUDGMENT DAY، Day، Judgment Day. أيضا عندنا وصية في قوله، في أيضا لقوله تعالى مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الآية منسوخة حكما وبقت تلاوة، ولكن مكان الاستشهاد هنا اللي هو أو محل الاستشهاد قوله تعالى وصية لأزواجهم. الوصية مقصود بها باللغة الإنجليزية يعني ما يوصى بها للغير، أو ما يبلغ به الغير على يعني الإتيان بشيء ما أو امتناع بشيء ما على وجه الوجوب. المقصود بها اللغة الإنجليزية recommendation or will. recommendation، 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 وهي التوصية أو الوصية. recommendation، R E C O W M E N D A T-I-O-N، recommendation، هي مقصود بها الوصية. will، 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 W-I-L-L، proselytism، 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 مقصود بها تبشير، يعني أيضا كما ورد في قوله تعالى يبشرهم ربهم جنات تجري من تحت الأنهار، تبشير وهو الإخبار بخبر حسن. فبروسيتيزم P R O S E L Y T I S M. أيضا عندنا أبوستي، أبوس، أبوستسي، 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 اللي هو الارتداد والعياذ بالله. كما ورد في قوله تعالى أن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا. أبوستسي، أبوستسي، APOSTASY. أيضا أن التوحيد اللي هو مونوثيزم، 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 اللي هو التوحيد، وهو يعني مقصود به إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والتوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا الحي القيوم، نزل الكتاب الحق مصدق لما بين يديه. فمونوثيزم اللي هو مقصود به التوحيد،
monotheism monotheism. أيضا عندنا الأشهر الحرم كما ورد في قوله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا عرفة ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله إلى آخر الآية. inviolable month inviolable month inviolable month month inviolable month INVIOLABLE month MONTHS inviolable 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 month. أيضا عندنا legal impediment impediment legal impediment اللي هي الموانع الشرعية legal l a g a l impediment اللي هي الموانع i m p e d i m e n t أيضا عندنا orthodox clavis orthodox clavis orthodox clavis اللي هم الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. orthodox هو لفظ معقد شوية لكن يعني شوية شوية يعني سهل. orthodox clavis or caliphs orthodox caliphs عفوا orthodox caliphs orthodox caliphs orthodox اللي هي o r t h o d o x caliphs اللي هي c a l i p h s. اذا عندنا marriage marriage نكاح او زواج marriage m a double r i a g e marriage usually الربا وحل الله البيع وحرم الربا قوله تعالى فيوجري مقصود بها الربا يوزري يوزري يو اس يو ار واي يوزري. ايضا عندنا بلجرمج الحج ايضا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحج اشهر معلومات. ايضا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا بلجرمج مقصود به الحج P I L G R A M A G E pilgrimage 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 P I L G R I M A G E pilgrimage 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 pilgrimage. أيضا عندنا divorce 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 طلاق لقوله صلى الله عليه وسلم أن بعض الحلال عند الله الطلاق divorce divorce d i v o r c e. أيضا عندنا مثلا individual obligation اللي هو فرض الفرض العين يعني individual يعني على انفراد individual obligation individual individual obligation individual i n d v d i v i d u a l obligation o b l i g a t i o n obligation collective obligation اللي هو مقصود به فرض الكفاية ما قام به البعض سقط عن الباقين كصلاة الجنازة. collective collective c o double l e c t i v e obligation o b l i g a t i o n
أيضا عندنا inflability. inflability اللي هي العصمة من الخطأ، وهي خاصة بالأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. inflability inflability العصمة من الخطأ. I N F A double L I B I L I T Y consecration. consecration مقصود به الإحرام، وهي ارتداء خاص يعني الإحرام الأبيض الخاص بعبادة التي تؤدى في بيت الله الحرام. consecration 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 C O N S E R S E C R A T I O N. شكرا لحسن استماعكم. الاستفسار أو التواصل يرجى الدخول إلى المنصة الإلكترونية.